الناس اللي حاضرين تيغيروا على الفرحه وهذه. نهار الثلاث كنا جينا باش ندخلوا الدراري، الدراري ديال الباتجات وكلشي جا جميل، كانوا ديال الباتجات ما يدخلوش التيران. يا ودي علاش ما غاديش تقول الدراري؟ الدراري هما المهمين تيجيو يتعاونوا الفرقه اللي قلت لها ما يدخلوش. اللي راه الرئيس قال لكم لا ما يدخلوش، انا عيطت للرئيس قلت له علاش هذا الرئيس غيحبسنا؟ ما هذا الرئيس شكون هو؟ واش الفرقه ديالو؟ البارح عيط لي التليفون قال لي عيرتيني وهذيك، علاش عيرتك؟ عيرتك على من الفرقه علاش درتو لنا حبسوا الدراري؟ ماشي قلت علاش غنحبسوا الدراري؟ الناس اللي غيحبسوا قال لي هذوك الناس اللي تطلب عليهم ديال الجمعيه ديال لاكارتا، قال لي هذوك اللي تحبسوش هذو اللي عندي انا حتى في الصباغ ديالهم. هذو اللي في المكتب ديالي ما وصلهمش حتى الصباغ ديالهم. قلت له هضر لي تليفون ويقطع لي. وين قلت لك؟ شهادة أولى، في هناك شهادة ثانية آخر السلام عليكم. اسم كريم، اسم كان اسم 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 كريم. باش راه 11 بدا كيهضر معايا علي قال لي انت هاد لاكارطات كتنصبوا بهم انتوما دايرين 30 واحد قال لي كتجيبوهم كتدخلوا بها صافي هادشي اللي كيتقال بحال ما وقرا كان عبد الصمد كان بعيد هو في البيض الشاهد الثالث عزيز مو كان الملكينا ريدي الكينا مشينا باش غندخلوا بنادم هون هذيك بنادم هذيك السيدي ديال لاكارتا السيدي كتسير لاكارتا الشرعية ممنوع قال لك الرئيس صاحب لاكارتا ممنوع يدخلوا التيران قال لي علاش هاد لاكارتا ما كاينش الشرعية ما كاين تلاتة الجمعيات كيما كايناش انا في خريبكا راه كاين في المغرب كامل في التيرانات ياكل انتم هاد لاكارتا تبغى تنصبوا به واحد راه سوي بشي شامل شامل تعدوا المسؤوليات اللي باقي مصطفى مصطفى لا كنت حاضر كنت عايز مصطفى انا بصراحه انا كان سمعت من خلال الاقوال ديال هادشي والله سيدي كاينه الهضره ماشي لا لا كان صاحب الهضره عبد الصمد راه ملي كان كيتناقل معاه عبد الصمد قال هذا اجي معاك صافي جا راسو مشى قدام المكتب وقول هو هو حنا كنعتبروا إهانة للجسم الجامعوي الرياضي بصفة عامة هذه كنستنكروا بشدة ما صدر عن المسؤولين ديك الوقت صراحة راه ماشي على الجمعية ديالنا راه جمع كل شيء جمع كل شيء قال لهم كل شيء شكت المستهدفين قال لي على الشمكان كاين اللي صابوا لي جماعية شمكان اللي كاين الله يبارك فيك استاذ هو اجتماع الدعم المسرد اللي ما بقاش كيدار واللي اعتصمنا به وقلنا ليه باش غادي نهضروا على الماتش ديال وليد فاس كيقول لك ما كاينش لا شوف الساعه مستوره ولا عاد مشى لان شوف ان لجنه الدعم والمسانده ما عندهاش دخل في تسيير الفريق عندها هي قوه اقتراحيه الرئيس الفعلي هو رئيس اولمبيك خريطه لا لجنة الدعم ومساندة سالا الماتش ديال بني بلال انا شخصيا راه الماتش ديال بني بلال قلت له الطبيب ينتج الدعم عن تندي والي قلت له دخلونا نسرحوا شوية هذا هو الجواب اللي سمعت منه السلام عليكم وهذه انا ما كنعيبش ليه عليها انا ذاك الوقت كان عندي تجري وكيران وهذه من وراها ما طرحت شي حاجة اخرى اللي سمعته ولكن رفض الاجتماع لا بسرعة كان مقابلة ديال المدير لا لا اسمح لي